بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا في درس جديد من دروس في سطر التعليمية. هنتكلم النهاردة عن إزاي هنقدر ننقل كذا ملف أكسل ونحطهم كلهم في ملف أكسل واحد بس بدون تعب ولا مجهود، ويوفر عليك الوقت والجهد. لو بتشوف الفيديو ده على اليوتيوب، اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة، وكمان دوس على جرس التفعيل عشان يوصلك كل مفيد وجديد على قناتي قناة في سطرة. ولو بتشوفنا على الفيسبوك، اعمل لايك على الفيديو واعجاب بالصفحة، وكمان ادعم الصفحة عشان توصل لأعلى المتابعين، ودعم قناتي على اليوتيوب عشان توصل لأعلى المشتركين. ويلا بينا نشوف شرح الدرس دلوقتي. تعالوا نشوف ازاي هنقدر ننقل كذا ملف اكسل ونحطهم كلهم في ملف اكسل واحد بطريقة بسيطة وسهلة. معانا 3 ملفات اكسل، ملف رقم 1 وملف رقم 2 وملف رقم 3. انا فاتحهم تحتهم. ادي ملف رقم 1 وادي ملف رقم 2 وادي ملف رقم 3، وفي ملف فتحه مجهزه فاضي عشان انقل فيه كل الملفات دي واحطهم في الملف ده، يبقى كل الملفات دي في ملف واحد. تعالوا نشوف هنعمل كده ازاي. هنبدأ بملف رقم 3. هنروح عند الشيت اللي تحت اللي مكتوب عليه بطني، وهنعمل كليك يمين، وهنختار موف اور كوبي. بعد كده هنروح عند تو بوك ونختار الملف اللي هنحط فيه الشيت بوك، وبعد كده هندوس اوكي. بس في نقطة، لو عملنا كرييت اور كوبي هياخد نسخة من ملف مش هنقله، هياخد نسخة. لو عملنا تشيك هنا وعملناها صح كده وعملنا اوكي، هياخد نسخة من ملف. هوريها لكم قدامكم، هدوس اوكي. زي ما انتم شايفين اخد نسخة من ملف. طب انا مش عايز كده، انا عايز انقل الملف كله. همسحه قدامه كده معلش، وهنقل الملف تاني. هيدا خطوة تاني، كليك يمين موف اور كوبي، ونختار الملف اهو، وبعد كده يدوس اوكي. هتلاقي الملف اختفى واتنقل على الملف اللي انا فاتحه. تمام، هنعملها في الملف التاني. طيب في نقطة مهمة هنا، انا مش عايز انقل ملف شيت شيت، عايز انقل الاثنين مع بعض. تاني، انا مش عايز انقل شيت شيت، عايز انقل الاثنين مع بعض. هعمل ايه؟ هدوس شيفت وهعمل كليك عليها كده، حددت الاثنين. هتلاقوا في خط اخضر تحتيها كده تحدد. هدوس كليك يمين وهدوس موف اور كوبي، واختار الملف اللي هنقل عليه بوك 1، وادوس اوكي. هتلاقي الملف اختفى واتنقل في الملف اللي انا حددت فيه. يبقى اهو الباطن، اهو اللائحة القديمة، اللائحة الجديدة اللي نقلتها كلها كده. يفضل معانا ملف واحد. برضو هعمل نفس الخطوة تاني، هعمل تحديد، هعمل كنترول، هدوس كليك يمين، هروح عند موف اور كوبي، بعد كده هحدد الملف اللي هنقول عليه وهدوس اوكي. كده الملف اختفى تماما، وكده هيكون نقل الملفات كلها. يفضل معانا ملف واحد، معلش كده يفضل معانا ملف واحد هنقوله معلش اهو كده موفر كوبي، ونحدد الملف وندوس اوكي. كده نقل كل الملفات زي ما انتم شايفين، نقل كل الملفات اللي انا كنت حددتها. يبقى كل الثلاث ملفات اتنقلوا في ملف واحد. الثلاث ملفات اتنقلوا ملف واحد بطريقة سهلة وبسيطة جدا. يا رب يكون الدرس عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتوا من الدرس. لو بتشوف الفيديو بتاعي على اليوتيوب، اعملوا لايك على الفيديو واشتركوا في القناة يا جماعة، ودوسوا على جرس التفعيل عشان يوصلوه كل مفيد وجديد على قناتي قناة في سطرة. ولو بتشوفونا على الفيسبوك، اعملوا لايك على الفيديو واعجاب بالصفحه، وكمان ادعموا الصفحه عشان توصل لاعلى المتابعين، وادعموا قناتي على اليوتيوب عشان توصل لاعلى المشتركين واعلى المعجبين. واستنوني في دروس تانية كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.